أشراط الساعة، الساعة أمر عظيم، وجعل الله سبحانه وتعالى لها علامات مقدمات، وقسم العلماء رحمه الله تعالى أشراط الساعة، علامات الساعة، علامات كبرى وعلامات صغرى. نعم. خروج الدجال نصعف السلامة، هو بشر ويطوف الأرض، والدليل على أنه بشر إن نفس من ترى الله حتى تموت، وأنه أعور، ربكم ليس بأعور، ولا يستطيع أن يدخل مكة والمدينة، ولا يستطيع أن يسلط على التميمي هذا الذي يشق نصفين، فهذا دليل على عجز. نعم. نزول عيسى عليه الصلاة والسلام في آخر الزمن. نعم. نعم. لا نصدق لا كاهن ولا عراف ولا من ادعى علم الغيب ولا من ادعى علم الساعة. نعم، لأن من صدق في هذا كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ولا من ينبغي شيئا يخالف الكتاب والسنه واجماع الامه. نعم. ونرى جماعه حقا وصوابا. نرى جماعه الاجتماع لا الافتراق، نجتمع على ما اجتمع عليه النبي عليه الصلاه والسلام. الجماعه هي الحق والصواب والخير والبركه، والفرقه باطل وشقاء، ولا يمكن ان في اختلاف الامه رحمه، ما يمكن، هذا لم يثبت. إذا كان في اختلاف الأمة رحمة، إذا الاجتماع ليس برحمة، لا يمكن يكون هذا. نعم. والفرقة زيغا وعذابا، زيغا وعذابا، إصعاب السلام. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. نعم. ودين الله في الأرض والسماء واحد. دين الله في الأرض والسماء واحد، ما معنى هذا؟ لأنهم يقولوا أنه ممكن يكون شيء دين في السماء لكن ليس بدين في الأرض مخالف لهذا. لا، دين الله واحد، ولا يقال أديان سماوية أصلا. كيف يقال أديان؟ دين واحد هو أصل. والأنبياء: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. دين واحد. نعم. دين الله في الأرض والسماء واحد، وهو دين الإسلام. دين الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. نعم. قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا. نعم. وهو بين العلوم والتفصيل. هذا الآن يريد يذكر وسطية أهل السنة والجماعة، لا إفراط ولا تفريط، واحد، لا إفراط ولا تفريط، بين أول شيء وهو بين العلوم والتفصيل. نعم. وبين التشريع والتعديل. التشبيه والتعطيل قد تقدم معه أن لا نشبه ولا نعطل، نثبت وننسب. نعم. وبين الجبر والقدر. لا يمكن الجبر، يقول الإنسان مجبور، لا قدرة لا اختيار، أو ينكر القضاء والقدر. نعم. وبين الأمن والمعنى. نؤمن بمراتب القضاء والقدر الأربعة، ونعمل ونحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، نجمع بين الشرع والقدر، إياك نعبد وإياك نستعين، فاعبده وتوكل عليه. وبين الأمن والإياس. أمن والإياس، وتقدم معنا، تجعلهما كجناحي الطائر وتسير إلى الله سبحانه وتعالى.